ايه ده انت ما استحملتش؟ جالي تليفون، هدخل هنا وخلاص. ممكن اطلب منك طلب؟ ايه؟ انا عجباني فكرة السفر، بس لازم نعمل حاجة قبل ما نسافر. حاجة ايه؟ انا بقيت اقلق من طلعتك دي. خلينا ناخد اجازة من بعض شوية، اسبوع مثلا وبعدها نسافر. اجازة يعني ايه؟ يعني بريك يا عيني، اسبوع واحد بس، كل واحد فينا يبعد عن التاني. ايوه، عشان ايه يعني؟ عشان نعرف اذا كنا هنكمل ولا لا. او يمكن عشان نوحش بعض ونفكر في الكلام التقيل اللي قلنا لبعض النهارده. صدقني الموضوع ده هيفرق قوي. طوعني وتعالى ناخد البريك ده، ودلوقتي دلوقتي حالا. والله ما عارف اقول لك يا رشا، تعبتني وغلبتني معاكي.